أهلا بكم من جديد، وصل بحمد الله ورعايته حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في زيارة يحضر خلالها حفل افتتاح متحف اللوفر أبوظبي، وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. كان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله مطار أبوظبي الدولي سمو الشيخ نهيان بن زايد الهيان رئيس مؤسسة زايد الأعمال الخيرية رئيس مجلس أبوظبي للرياضة، وسعادة السيد محمد حمد المعاودة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وأعضاء السفارة البحرينية في أبوظبي. رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال.